بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة البيوت المحمية والزراعة عموما، أهلا وسهلا بحضرتكم. سؤال بيرد كثير، وهو ليه إحنا بنستخدم أو بنفضل استخدام السوبر المحبب عن السوبر الناعم؟ تمام، سؤال في غاية الأهمية، ولكن يعني لابد ليه من إجابة. هما الاثنين أولا عشان تبقى عارف بيستخدموا في الوقت التجهيز، لان ما ينفعش باي حال من الاحوال انك تحط سوبر فوسفات، تمام، سواء المحبب او الناعم، ما ينفعش تحطه في السمادة وتسحبه على شبكات الري بالطنائط، لانه باختصار شديد في صعوبة في الزوبان بتاعه، هيسدي لك النقاطات ومشاكله كتير، تمام. فاذا لابد انك تحطه في اثناء الخدمة الارضية، تمام. طيب لو تحطوا الاثنين قدامنا، السوبر فوسفات اللي هو المحبب او الناعم، بنختار احنا المحبب بيكون افضل. ليه المحبب بيكون افضل؟ اولا هو ايه السوبر فوسفات؟ السوبر فوسفات يا جماعة الوحادي اللي احنا بنستخدمه ده هو مصدر كويس جدا من مصادر الفسفور. يعني انت عايز عنصر الفسفور بتحط له ايه؟ ليه شوية مصادر، تمام. زي ما قلت قبل كده، لو انت عايز بروتين، في بروتين نباتي وفي بروتين حيواني، تمام، مصادر بتاعته. طيب البروتين الحيواني ايه؟ البروتين الحيواني اللحمة والسمك والبيض والكلام ده كله، تمام. طب البروتين النباتي هتلاقيه في فول الصويا اللي بيصنع منه اللانشون والفول البلدي وهكذا، تمام. كذلك عنصر الفسفور ده هو، عشان انت عايز عنصر فوسفور بالنسبة للزرع بتاعك، لو انت عايز عنصر فوسفور بالنسبة للزرع بتاعك فليه المصادر بتاعته. المصادر بتاعته اللي هي ايه؟ عندك حمض الفوسفوريك سواء الـ 65 او 60% او الـ 85%، وفي عندك الماب وفيه الداب وفيه السوبر فوسفات، تمام. كل ده سليم. طيب ايه بقى الفرق بين، احنا عرفنا ان السوبر فوسفات ده مصدر من مصادر الفوسفور، تمام، مصدر من مصادر الفوسفور. طب لما نيجي بقى نحطه في اثناء الخدمة، عندي حاجتين، يا اما السوبر فوسفات المحبب يا اما السوبر فوسفات العادي او ما يسمى الداب. يا جماعة الداب، الداي امونيوم فوسفيت، الداب اللي هو 18-44-0، تمام. السوبر فوسفات بيبقى يا 12.5 يا بيبقى 15%، قد يصل ل 16%، تمام. احنا بنحطه محبب للسوبر فوسفات يا جماعة، لما بنحطه بيحصل له تثبيت في التربة، بيحصل له تثبيت في التربة. لما بيكون ناعم بيحصل له تثبيت في التربة، تمام. بيتثبت يعني ايه؟ يعني بينتقل من الصورة الصالحة للنبات للصورة غير الصالحة للنبات، يعني من الصورة الأحادية الى الصورة الثلاثية، تمام. لحد كده تمام. طيب بالنسبة بقى ان انا بحط، لو انا مسكت حاجة زي طوبة زي دي مثلا، تمام، وحطيتها في التربة وردمت عليها، اللي هيحتك بحبيبات التربة ايه؟ ركز بالله عليك في الحتة دي، اللي هيحتك بحبيبات التربة اللي السطح الخارجي بتاعها ده، تمام، السطح الخارجي بتاعها، تمام. فطيب اذا السطح الخارجي بتاعها ده هو قليل جدا بالنسبة لوزنها او حجمها، ده قليل جدا، تمام. طب انا لو كسرت الطوبة ديت نصين كده، تمام، كسرتها نصين، يبقى اصبحت جبت سطوح نوعية تانية، هي في سطوح زادت عندي اهي، يبقى كل السماد او كل الكتلة ده هي ما كسرتها كل السطوح بتاعتها ما هتزيد. طيب لو السطوح بتاعتها زادت اللي هيحصل النشاط الكيميائي بتاعها هيزيد، النشاط الكيميائي هيزيد من ايه؟ من حبيبات التربة. هكذا حبة السوبر يا جماعة، طول ما هي ناعمة ناعمين، والسطوح بتاعتها لو جبت كيلو سوبر فوسفات ناعم وحطيته في التربة هلاقي السطوح بتاعته هتبقى كتيرة ونشطة كيميائيا، لما تتحط في التربة التثبيت بتاعه هيزيد او مشاكله هتزيد. طيب امال اعمل له ايه لما بيتحط محبب فالسطوح بتاعته بقللها لنسبة كبيرة جدا، وبالتالي بيقعد فترة كبيرة. الفترة الكبيرة دي بيقعد في حالتين، في حالة ما التحلل بتاعه شغال بيقعد فترة كبيرة، لان بسم الله ما شاء الله التحلل شغال على السطوح الخارجية بس، تمام، فبيقعد كتير في التربة يدي النبات، تمام، دي رقم واحد. طيب رقم اتنين، لو حصل تثبيت برضو بتبقى نفس القصة،
التثبيت ما بيبقاش لكميات كبيره، لا بيبقى لان السطوح النوعيه بتاعت الحبيبات بتبقى قليله جدا، تمام؟ عشان كده بنحطه محبب، تمام؟ بنحطه محبب، والمحبب بيكون افضل من الناعم، تمام؟ طيب لو عايز تزود اليسر بتاعه اكتر يبقى تضيفه مع الماده العضويه. لو انت بتفرد السباخ بتاعك على المصطبه كده يا ريت تحطه على السوبرفيشات. ليه؟ الماده العضويه لما بتنزل عليها ميه وبتبدا تتحلل بينفرد منها احماض عضويه. يعني ايه احماض عضويه؟ ما تشغلش نفسك كتير، ولكن الاحماض دهيت بتقلل الرقم البي اتش، وبالتالي بتخلي الفوسفور اللي انت حاطه بدل الفتره بتاعته، لان احنا بنحطه في الاول او اثناء الخدمه. نحطه اثناء الخدمه ليه؟ لانه بياخد فتره كبيره على ما يتحلل، تمام؟ انت لو حطيته مع الماده العضويه خلطته معاها السباخ البلدي، زبله الدواجن، اي حاجه انت عايزها، فبتبص تلاقيه ايه؟ بتبص تلاقيه يبدا الماده العضويه دهيت لما بتتحلل بيبدا يطلع منها الاحماض العضويه. لما بينزل عليها ميه بيطلع وتتحلل بيطلع منها احماض عضويه. الاحماض العضويه ده هي بتساعد في تيسر العنصر الفوسفور اللي انت ضفته على هيئه سوبر فوسفات او على هيئه الداب اللي احنا بنستخدمه، تمام؟ وخصوصا السوبر فوسفات. يبقى انت كده الافضل انك تستخدم السوبر فوسفات المحبب. ليه؟ عشان التثبيت بتاعه بيبقى قليل، وكمان لو حصل مشكله في عمليه الـ 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 لو حصل كمان مشكله في عمليه الـ الـ التيسر بتاع الفوسفور برضه، فبيبقى التيسر محسوب، بيبقى بكميات يعني شغاله مع تطور النبات بتاعك، تمام؟ يبقى الافضل ان انا اضيفه محبب. ده الفرق بين المحبب والسوبر فوسفات الناعم. في ميزه كمان، في ميزه كمان. ايه هي؟ السوبر فوسفات الناعم وانت بتبدره بايديك يصعب جدا انك يعمل تجانس في التربه، بس لو هو محبب سهل جدا وانت بتبدر كده يزول، انك تبدر البدار بتاعك او النثر بتاعك هيكون في تجانس على سطح التربه اللي انت بتستخدم فيها السوبر فوسفات، تمام؟ تمام. يعني انا استفدت شويه في الشرح، ولكن ديت الامور يعني لازم بس توصل ل ان الانسان يفهم يعني ليه، وخصوصا اخواننا المهندسين الصغيرين. المزارع ممكن ما يعرفش القصه ديت ولا تهموش في حاجه كتير يعني، بس المهندس لازم يكون عارفها، لان طبعا وانت في الارض اي واحد قد يسالك سؤال، فعشان بس ما تبقاش مصدر للفتوى وتفتي بغير علم، وكده برضه هتقع تحت طائله القانون يعني. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.